طيب بالتأكيد في هذه اللحظات برضو محتاجين نسمع ونشوف تعليق للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام، مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. طبعا في هذا نقول إلا ما يرضي رب العباد، يعني اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء والدوام لله. البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الظرف الصعب جدا، يعني حضرتك تتكلم تقول إيه في هذا الظرف؟ وبالتأكيد بتعزي أسرة أحمد رفعت. وأحمد اتفضل. بكل تأكيد العداء يعني وحده، اللهم ألهمهم الصبر والسلوان ويا رب العالمين، ونزل بردك على قلوبهم. يعني الموت حقيقة، ولكن الموت مصيبة، ربنا ربي يخففها على أهله وأحبابه. إذا كان أحمد رفعت بين يعني من لعب معهم الكرة وزاملهم، ما بالك بأصدقائه، ما بالك بمحبيه من الجمهور اللي كان قلب أحمد الذي توقف، هو يعني كل نبضاته كانت بتخرج لإمتاعهم زي ما الراجل كيروش قال الحقيقة يعني. وبالتالي هو في أمس الحاجة إلى الدعاء حتى يكون في مكان أفضل بإذن الله تعالى. شاب جميل شفته كثيرا، واعتقد انه كان في مساحه ان انا ابقى متعرف حتى على اخلاقه العامه. ما فيش ملائكه، نعم، لكنه كان بالفعل قريب الى الشخص السوي حتى وهو نجم عليه اضواء. الله يرحمه، الله يرحمه. ويبدو انه ودع الناس بخروجه في يعني حوار متلفز عشان يعني يستودع عند اصدقائه ومحبيه انه معهم وبهم ربنا سبحانه وتعالى يعني انقذه في المره الاولى. لكن الان الكل مطالب بمساحات للدعاء، لا داعي لان نجعل من احمد مساحه لان نهاجم البعض البعض بمنتهى الوضوح. الان هي مساحه الدعاء لاحمد رفعت. كل من يحب احمد رفعت الان عليه أن يمتثل لقضاء الله، فالموت له قدره وله ساعته، لكن هي مجرد أسباب. يا سبحان الله العلي العظيم، هي ساعتك لكن أسباب. وبالتالي الآن أملي أن كل اللاعبين كمان ياخدوا بالهم أنه الحياة مساحة بسيطة، وحياة كرة القدم هي نقطة في المساحة البسيطة دي. عليهم انهم دايما يحافظوا على حب الناس وعلى ان يكون دعاء الناس لهم بالتوفيق حتى العمر المديد بيد ربنا يعني، لكن بالصحة والعافية وبأداء الواجب. شافوا هذا الخلوق رحمة الله عليه ازاي نال حب كل الجماهير، وبالأكادة يعني لم يعش طويلا في الأهلي والزمالك مثلا، لكنه أمتع الجماهير. وبالتالي وجب على الناس كلها أن تدفع بمساحات من الدعاء، وألا ندخل لبعضنا البعض في حوارات لا طائل منها الآن يعني. وبالتالي أسرة أحمد كمان، كل من يحبها، كل من يريد أن يربط على ظهر أخواته، وكل من يريد أن يقبل رأس والدته، عليه أن يمتنع عن التأليب في أوراق لا طائل منها الآن. طيب. عليهم بدعوات للصبر والسلوان. طيب استاذ عصام، يمكن انا كنت قريت وسمعت تصريحات كده للدكتور احمد اشرف عيسى الطبيب المعالج لحاله احمد رفعت. يمكن احمد يمكن نفس الازمه القلبيه اللي حصلت معاه في شهر مارس اتقررت فجر اليوم. صحيح. يعني هل بقى من المفروض الفتره اللي جايه الدور الرياضي بقى لاتحاد الكوره، اللجان الطبيه، ده بقى محتاج، ده جانب محتاج شغل كتير. ده بقى الحقيقه اللي محتاج، ان السوشيال ميديا وكل من له علاقه من نقد، من اعلام، من اطباء في القبل، من لجان المنشطات يا صديقي العزيز عشان المكملات الغذائيه، لا ده ملف نهديه بقى باذن الله لروح احمد رفعت حتى لا تترك الامور سودا يا محمد. وبالتالي لا ده هيفتح ملف طويل وعريض، هيفتح ملف ان كل واحد عليه ان يكون صاحب ضمير وهو ياخذ قرارا في محيط صناعه اسمها كره القدم. وخدها يا اخي البني ادم اللاعب، ما ينفعش نستهلكه كده، ده مش فحم هنسيبه لما يصفى، لا ده انسان لحم ودم. يجب ان يكون هناك برامج، وان يكون للعلم مساحه اكبر مع من ينظموا كره القدم في بلادنا. نعم، مصر مش اقل من اي حد. هذا ملف بالفعل يحتاج الى وقفه طويله كمان، لكن ليس مساحته الان. نحن الان نريد وفقط ان نكون كلنا حول اسره هذا الراحل الكريم، لانه اكرمنا بكل ما قدمه من مهاره وكل من قدمه من اخلاص.
أكيد. أستاذ عصام شلتوت الكاتب الصحفي الكبير، شكرا جزيلا ليك على هذه المداخلة في هذا